كما ينضم إلينا هاتفيا وليد جبل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. دكتور وليد، تحياتي لحضرتك أولا، ويعني حديث اليوم عن تحديات كثيرة تواجه دول عدة ومنها مصر، ربما على رأسها الزيادة السكانية. مصر كل عام بتزيد كما ذكر 2 مليون و600 ألف مواطن زيادة كل سنة، يعني صحح الرقم لو هو مش مظبوط. وعايز أعرف من حضرتك بقى تأثير هذه الزيادة السكانية على الاقتصاد المصري. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. وبالتأكيد عندما نتحدث عن التنمية لابد أن نتحدث عن محورين، محور نمو الاقتصاد، وده مطلوب ان يكون معدلات النمو مرتفعة ومستدامة، وفي ذات الوقت نحاول نقلل من نمو السكان، لان من المهم جدا ان يكون معدل نمو الاقتصاد اكثر نحو 3 مرات من معدل نمو زيادة السكان. زيادة السكان واجهت مشكلة كبيرة في فترات الاضطراب السياسي، انه كان بيتم الترويج لمفاهيم خاطئة جدا متعلقة بان السكان ثروة وان الناس تخلف زي ما هي عايزة. الكلام ده كان كلام طبعا مش صحيح ومش مظبوط، لان القضية مش ايوه بالفعل السكان ثروة، ولكن هي القضية قضية التمويل. الدولة المصرية بيدخل سوق العمل فيها سنويا اكثر من 800 الف وافد جديد الى سوق العمل، ده معناه ان الدولة المصرية محتاجة تولد فرص عمل نحو 1 مليون فرصة عمل سنويا. هذا العدد لما بقول ان تكلفة فرصة العمل بتزيد تكلفتها عن 100 ألف جنيه، بتلاقينا محتاجين احتياجات تمويلية ضخمة جدا. الدولة بتشتغل بالفعل على انها تضخ استثمارات حكومية كبيرة جدا، بتحاول تحرك النشاط الاقتصادي. بالفعل نجحت الدولة المصرية في رفع معدلات النمو، كنا وصلنا قبل كورونا الى نحو 5.6% معدل نمو. أزمة كورونا قدرنا نحافظ على معدلات نمو إيجابية رغم المعدلات السلبية في العالم. بنستهدف في العام المالي الجاري معدلات نمو بتتجاوز 5.4%. المؤسسات الدولية بالكامل بتتوقع بالفعل أن معدلات نمونا بتزيد عن 5%، ولكن لكي نشعر بثمار ذلك النمو من المهم أن يكون هناك خفض لمعدل نمو السكان حتى يتم توزيع ثمار التنمية على عدد أقل من السكان. تسليط الضوء على هذه القضية هو شيء مهم جدا، وإعادة تصحيح المفاهيم ده شيء مهم. وأتصور أن منتدى الشباب ساحة مهمة جدا لعرض ذلك الأمر أمام أكثر من 5000 شاب مصري وأجنبي، وأيضا الآلاف اللي موجودين على المنصة الافتراضية، فرصة مهمة جدا لعرض هذه التحديات اللي بتواجه مصر، واللي بتدل يعني انا عايز اكد ان هي بتدل على نجاح، ان كون ان مصر ورغم ذلك ورغم تلك الزياده السكانيه قدرت تنزل بمعدلات البطاله الى اقل من 8% رغم جائحه كورونا ورغم زياده السكان. مصر قامت بمجهود كبير جدا لخلق فرص العمل ولخفض نسب البطاله، ولكن مهم بالنسبه لنا احنا كشعب ان احنا نستجيب في المقابل للمبادرات الحكومية ونحاول نخفض من زيادة وتيرة السكان حتى نخفف العبء على علينا. أسألك سؤال دكتور وليد، إحصائيا هل يعني هذه الرغبة في خفض معدل الزيادة السكانية بيكون لفترة محددة حتى لا تتحول الدول الشابة إلى دول عجوز؟ يعني هناك دول أخرى النهاردة أوروبية من الدول التي يعني خفضت معدل النمو، أصبحت دول عجوزة وبتدي حوافز النهاردة للإنجاب. فرنسا فيها مشكلة وألمانيا فيها مشكلة، دول عديدة عندها مشكلة نقص شباب. إحنا بالعكس، احنا دول شابه والشباب عندنا هو النسبه الاكبر من المجتمع المصري. فهل خفض معدل النمو للاستفاده من المزايا اللي قلتها حضرتك بيكون لفتره لحين يعني تعويض هذا الفرق بين معدل النمو ومعدل الزياده، ولا بيكون توجه دائم؟ خلينا نقول ان هي سياسه سكانيه، مثلما هناك سياسه اقتصاديه وسياسه اجتماعيه، هناك سياسه سكانيه. لما بنشوف تجربة الصين والجميع يقول الصين لديها سكان، الصين لما عدد السكان فيها ارتفع أقرت قانون الطفل الواحد استمر لفترة طويلة جدا، ولما لقت ان المجتمع بتاعها هيبدأ يشيخ وان هي محتاجة
سمحت بالطفل الثاني. إذن الإدارة أو السياسة السكانية هي سياسة متغيرة، ولكن بالنسبة للظروف المصرية يعني احنا مش لن نصل الى فكره ان احنا محتاجين او نشجع على زياده السكان، لان المخزون من الشباب يكفي مصر لسنوات طويله، فضلا عن ان الاستجابه للدعوات الحكوميه لخفض معدل الانجاب يعني نتمناها ان هي تكون اكثر من كده، فضلا عن ان حتى الدوله المصريه لا زالت بتتحدث عن طفلين. يعني السن لما اشتغلت على هذا الملف قامت بإجراءات الطفل الواحد، مصر طبعا مصر ما عملتش كده، لكن ده مجرد الوصول الى طفلين ده هدف بعيد المنال او نتمنى تحقيقه. ايضا انا عايز اكد ان مصر بتتخذ اجراءات ناعمه في التعامل مع هذه القضيه، لان هناك دول بالفعل اتخذت اجراءات خشنه جدا وقررت عقوبات خشنه جدا على ذلك الامر، ولكن مصر بسلاحها الاساسي من خلال استراتيجية متكاملة بتقوم بيها للتعامل مع ذلك الملف عن طريق التوعية، توفير وسائل تنظيم الأسرة بصورة مجانية، البدء في الحد من بعض المزايا. يعني أنا عايز أقول مش معقولة أبدا أن يكون هناك يعني حد بياخد معاش تكافل وكرامة لأنه ما هوش قادر يعيش، وفي نفس الوقت بيخلف أكتر، يعني هو كده مش عارف مصلحته. فبالتأكيد هناك إجراءات، واتصور ان احنا مطلوب ان احنا يكون عندنا اجراءات ايجابيه، ربما ما يكونش يعني يكون احنا كدوله يعني قراءتي للمشهد ان مش هيكون هناك اجراءات خشنه بصوره كبيره جدا، ولكن اتصور ان من الممكن ان يكون هناك اجراءات ايجابيه، ومن المهم بالنسبه لنا احنا كمواطنين ان احنا نستجيب لان دي مصلحتنا في المقام الاول. نعم، هل من الممكن أن تكون هناك إجراءات خشنة كما ذكرت حضرتك لمن ينجب ولا يعني يعطي أولاده الحقوق الكاملة في التعليم وفي الرعاية الصحية ومن يهمل في أولاده؟ يعني ده مسار مثلا من المسارات. يعني الحقيقة أنا مش يعني الاستراتيجية المعلنة للتعامل مع الزيادة السكانية لا يوجد فيها اجراءات خشنه، ويعني مش وانا قراءتي للمشهد ان لا اتصور ان يكون هناك اجراءات خشنه، ولكن مهم ان يكون هناك اجراءات ايجابيه، ومهم ان احنا نقدم مقترحاتنا ان يكون هناك اجراءات ايجابيه تحد من بعض المزايا، مزايا في الموظف اللي بيخلف كتير ممكن ما تؤجل ترقيته، تؤجل علاوته، ممكن يعطى ميزه نقديه لمن يصل الى المعاش ان يكون معاشه اكبر. اتصور ان هناك الكثير من الاجراءات الايجابيه اللي الدوله المصريه بتقوم بيها دلوقتي، زي مثلا ان يقتصر الدعم في بطاقات التموين على الـ على الـ على اثنين او للاسر الجديده او غير ذلك. يعني هناك الكثير من الاجراءات الايجابيه ولكن لا اتصورها خشنه، لان الدوله بتتعامل مع هذا الملف باسلوب سياسي متدرج وناعم، واتصور ان التعامل ده تعامل جيد، ولكن دكتور وليد اتمنى ان يكون هناك استجابه من المجتمع، لان هي دي مصلحه الجميع. نعم. احصائيا يا دكتور وليد، عن مصلحه الدوله فاننا نتحدث عن الشعب والحكومه، فهي نعم. مصلحه واحده بشكل احصائي وبشكل بتتوزع علينا احنا كشعب، بالتالي فان من مصلحتنا اسالك يا دكتور وليد ان ثمار التنميه بشكل احصائي على عدد اقل. هل الزياده السكانيه يعني تمثل تحدي لكافه الدول ام هي نسبه وتناسب مع الوضع الاقتصادي والنمو الاقتصادي لهذه الدوله؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن عناصر الإنتاج أربعة، الأرض والسكان والتنظيم. نعم. بين الموارد الطبيعية، وإن كانت بتتوزع لما بيزيد العدد بتتوزع على عدد أقل. أنا عايز أقول إن المية بتاعتنا اللي كانت بتتوزع على 20 مليون بتتوزع دلوقتي على أكثر من 100 مليون، ولكن اتصور ان مصر لديها موارد طبيعيه. طيب اذا انتقلنا من العنصر الثاني من عناصر الانتاج هو السكان، لدينا زياده كبيره في السكان. ايه الازمه اللي عندنا؟ الازمه ان انا عدد رواد الاعمال اللي يقدروا يشتغلوا ويفتحوا مشروعات لا زال شريحه رواد الاعمال المصريين قليله، ولا زال شريحه كبيره من المجتمع المصري بتفضل ان هي تفضل الوظيفه او تفضل ان هي تشتغل كعماله في الشركات. احنا محتاجين رواد اعمال.
شاطرين في إدارة المشروعات ومظاهرات المشروعات. هذه الشريحة مطلوب إن هي تزيد، موجودة ولكن مطلوب إن هي تزيد. ونيجي للمشكلة الأكبر بقى، وهي مشكلة التمويل. نحتاج إلى حجم كبير جدا 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 من التمويل لتلبية احتياجات الزيادة السكانية. هل نحن قادرون؟ هل المشكلة الحقيقية، يعني أنا لما بقول إن فترات الاضطراب السياسي ما بعد 2011 لما كان هناك بعض الدعاة اللي بيتحدثوا عن أن الزيادة شيء إيجابي، ماذا فعلوا هؤلاء الدعاة بعد مرور 7 سنوات ومعدل الإنجاب، وأصبحت الكثافة السكانية في الفصول بتزيد عن أرقام قياسية. المشكلة كمان إن المدن القديمة اللي موجودة في طهطا وفي القاهرة وفي المنصورة، أين المكان اللي الدولة تبني فيه مدرسة؟ ما هو مفيش مكان، لأن خلاص الكتل المعمورة مفيش مكان لمدارس. فالدولة بتشتغل على محورين، محور إن هي بتفتح المحاور المرورية وبتعمل تجمعات سكانية جديدة علشان الناس تلاقي تجمع سكاني في مدرسة جيدة، في مستشفى جيدة. ولكن مهم ان احنا نعرف ان الدلتا الوادي والدلتا لم يعد لديهم اماكن او اراضي جاهزه لكي يكون هناك مدرسه الى جوار المنزل. الاعداد زادت بطريقه كبيره جدا، واثارها ابتدت الناس تحس بيها في زياده الكثافات في الفصول وزياده الكثافات في المستشفيات نتيجه لدعاة والزحف على الاراضي، الزحف على الاراضي الزراعيه ايضا. دكتور وليد، الاضطراب السياسي لازم نكون عندنا وعي، لان الامور تحتاج الى تمويل، تحتاج التخطيط موجود، الاراده من الدوله، اراده التنميه ومشروع التنميه موجود، ولكن لازم يكون عندنا منطقيه في ان انا لما حد يقول لي ان الزياده السكانيه لازم ده حاجه كويسه، هقول له انا البرج العماره الواحده النهارده لو في برج موجود في مكان محتاج حضانه لوحده ومحتاج مدرسه لوحده ومحتاج مستشفى، طبعا بالتاكيد التوسع الافقي هيكون حل يخفف المساله، ولكن يظل تنظيم الاسره ويظل العمل على خفض معدل الانجاب الى مش 2 بس للاسره، اتصور انه لازم يكون كمتوسط اقل من 2. ده شيء مهم جدا في الفتره القادمه، وايضا اثر على الاراضي الزراعيه والزحف على الاراضي الزراعيه، وده برضو له تاثير على يعني الزراعه، قطاع الزراعه بشكل عام. بالتاكيد هو طبعا اثر، خصوصا مع الثقافه المجتمعيه اللي بتربط ما بين الابناء وما بين الاباء ورغبه الاسر في ان هي أبنائها يكونوا قريبين منها في حياتهم، ودي ثقافة طبعا، ثقافة كمان بتزيد الطين بلة، يعني حتى فكرة إن الشباب يخرج ده شيء، أو يبعد عن أهله ده شيء إيجابي، لكن البناء على الأراضي الزراعية وارتباط إن كل مواطن يقوم ببناء عمارة على الأرض الزراعية وبعد كده ياتي بان اولاده يسكنوا في نفس العماره، هو بيجي الولد بيتجوز وبعد كده يبحث عن عمل، يعني هو بيبحث عن عمل ارتباطا بوحده سكنيه. طب دكتور وليد، معلش عفوا للمقاطعه عشان بس نضيق الوقت، وفي سؤالين عايز اسالهم لحضرتك. ذكرت نقطتين في معرض اجابتك، نقطه تتعلق بشريحه رواد الاعمال، انه ما زالت هذه الشريحه يعني قليله لسه في المجتمع المصري، ما فيش اقبال على مسألة المشروعات وكل بيفضل الوظيفة، وكنا لسه بنتكلم على المشاريع الناشئة والمبادرات الناشئة اللي بيتبناها الشباب الآن، وإن احنا محتاجين تشريعات قانونية تكون مظلة لهذه المشروعات. إزاي نبقى في زيادة وعي وتشجيع للأفراد سواء شباب أو يعني غيرهم للعزوف عن الوظيفة واللجوء إلى نطاق المشروعات؟ هو اسمحي لي ان انا اشيد بمشروع رواد الاعمال اللي بتقوم به وزاره التخطيط، مليون رائد اعمال حتى قبل 2030، وده له جناح موجود في منتدى الشباب حاليا. وزاره التخطيط لديها مشروع لتنميه الوعي وتنميه وعي رياده الاعمال، وبتستهدف اضافه مليون رائد اعمال لمصر بصوره تدريجيه قبل 2030.
ايضا هناك مبادرات جيده جدا بيقوم بها جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، اللي بيقدم افكار ودراسات جدوى وفرص تمويل وفرص مساعده على الاداره ومساعده على التسويق في المعارض اللي بيقوم بيها. طبعا هناك تشريعات قانون المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر بيقدم حوافز كبيره جدا لذلك الامر. هناك استجابه، انا عايز اكون متفائل ان هناك اكثر من 200 مليار جنيه تم انفاقهم في المبادره الرئاسيه بتمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. تم استنفاذ 200 مليار تم تمويل من خلالهم للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر بنسبه فايده قليله منخفضه، الدوله بتدعمها ب 5% للمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر و 7% للمشروعات المتوسطه، وتم تجديد المبادره باعتمادات ماليه اخرى. اذا هناك استجابه وهناك بالفعل، ولكن انا عايز اقول ان بتظل الاستجابه زيادة السكان بتلتهمها، بتظل المحاولات الإيجابية وتظل كل المبادرات وتظل كل التشريعات زيادة السكان بتلتهمها، لأن العدد القادم هو دائما بيتجاوز ما تقوم به الدولة من محاولات. فمن المهم أن أنا أشيد بما يتم إنجازه، ونحن نشتغل على زيادة رواد الأعمال، لأن هي دي الضمانة الحقيقية لامتصاص البطالة. صحيح. والخلق فرص طيب. عمل. لكن في المقابل علشان أخفف الضغط لازم نتكلم في جانب زيادة السكان ونقلل من زيادة السكان، لأن هم كفتي ميزان، ولا بد أن يكون هناك ميزان التنمية متوازن، وأن تكون عناصر الإنتاج الأربعة اللي ذكرتهم متوازنين: الموارد الطبيعية، السكان، التمويل، التنظيم. توازن هذه العناصر الأربعة هم الضمانة الحقيقية لتنمية مستدامة يشعر بها المواطن، هم الضمانة لدولة قوية، هم الضمانة لاقتصاد قوي، ولا بد أن تصل تلك الرسالة إلى الجميع. سؤالي الثاني لحضرتك والأخير متعلق بأنه حضرتك بتتكلم بأرقام في اقتصاد وإحصاء وكلها يعني مواد جافة بالنسبة للمواطن العادي، في وجه آخر للموضوع، الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي، كيف يتم توعية ويعني إعلام وإعلان وتوعية الناس وتغيير المفاهيم؟ دور الإعلام وجميع الجهود الموازية سواء المؤسسة الدينية أو غيرها، كيف ترى دور هذه المؤسسات للمعاونة فيما تدعو إليه حضرتك؟ الحياة هي دائرة مغلقة، دائرة مغلقة لابد من كسرها، اللي هي الأسر المتعلمة واللي لديها دخل جيد واللي لديها ثقافة جيدة، بنلاقيها ان عدد الاطفال فيها بالفعل 2 وبيكون العدد هو المستهدف. وفي المقابل الاسر اللي بتكون يعني عندها مشكله في ان هم ما بيشتغلوش اصلا او بيعتمدوا على موارد غير منتظمه، بيكون نسبه الثقافه عندهم قليله، مش قادرين يعلموا اولادهم، مش قادرين يراعوهم صحيا، بنلاقيهم ان هم بيخلفوا اكتر. فالثقافه والتعليم هما ضمانه مهمه جدا، ولكن ايهما يعني ابدا؟ هل بنشتغل على الثقافه والتعليم والتوعيه؟ ده بالتاكيد هيكون له دور مهم جدا مع الشريحه اللي لا تستجيب، لان المؤكد والنسب اللي بنتابعها ان الاسر الميسوره الحال عدد السكان فيهم اقل. فمهم جدا ان الدوله بتشتغل حاليا على المدى البعيد ان هي بتوفر رعايه صحيه من خلال تامين شامل لكل المصريين، وده اللي بيتم تطبيقه بصوره تدريجيه، بتطور المناهج التعليميه، بتشتغل على الملف الثقافي، لان على المدى البعيد زياده الوعي وزياده الثقافه هيكون لها دور مهم جدا في تنظيم الاسره. نعم. ولكن في المقابل لازم ان يكون هناك زي ما قلت لحضرتك اجراءات سريعه وايجابيه تحاول تحد من معدل الإنجاب الشديدة لدى الشرائح غير القادرة على رعاية الأبناء. ده شيء مهم جدا لازم الناس. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، إن كل واحد فينا اجتماعيا. دكتور وليد جبلة، يعني بشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الثرية. دكتور وليد جبلة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع.